حضراتكم من جديد. منظمة الصحة العالمية حقيقة بتشيد بجهود مصر في مواجهة المشاكل الصحية المختلفة بخطط ممنهجة ومدروسة أيضا، وبتشيد في المقابل بالمبادرات المصرية المختلفة اللي تم إطلاقها وتحديدا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، والقضاء أيضا على طوابير الانتظار اللي كانت من التحديات والمشكلات الكبيرة والقوية جدا اللي بتواجه مجتمعنا المصري. عن هذا التقرير وعن تفاصيل هذه الإشادة اللي أتت من منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في دعم القطاع الصحي بشكل كبير، وعن الحملات التوعوية والصحية والمبادرات المختلفة اللي بيتم إطلاقها سواء فيما يتعلق بالقضاء على فيروس سي أو بالأمراض المختلفة اللي بيعاني منها المواطنين تحديدا طبعا في مجتمعنا المصري، معنا الأستاذ الدكتور سمير كامل استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي بالمستشفيات التعليمية، مشرفنا بالحضور النهاردة معنا في هذا الصباح. صباح الخير يا فندم وأهلا بك معنا. أشكرك على تلبية الدعوة. تسمح لنا في البداية نتابع سريعا هذا التقرير التالي ثم نعود إليكم من جديد لفتح النقاش والحوار على الهواء مباشرة، وإشادة منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في دعم القطاع الصحي من خلال خطط ممنهجة ومدروسة. إن ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان في هذا المشروع القومي يعد سابقة سوف يحتذى بها ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والعالمي، حيث لأول مرة يتم استهداف كل من الأمراض المعدية. ثمن ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جابور مجهودات الدولة المصرية وخاصة وزارة الصحة في مواجهة المشاكل الصحية العامة بخطط مبنية على أسس ومنهجية علمية سليمة ذات معايير دولية، مناشدا المواطنين المصريين اعتمادا على وعيهم العالي وإدراكهم المتميز أن يستغلوا تلك الفرصة العظيمة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم. ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر قال خلال المؤتمر الصحفي المشترك بمقر مجلس الوزراء بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وممثل المنظمات الدولية المشاركة في مبادرة 100 مليون صحة، قال إن منظمة الصحة العالمية سوف تستمر في التعاون الوثيق مع كافة الشركاء المحليين والدوليين في دعم جهود الحكومة المصرية للقضاء على التهابات الكبد الفيروسية، بالإضافة إلى دعم الوقاية من الأمراض غير السارية وتعزيز أطر النظم الصحية في مصر بما فيها الرعاية الصحية الأساسية، مشيدا بجهود القيادة السياسية والحكومة للنهوض بمصر عاليا بشبابها وكافة الفئات المجتمعية. المسؤول الدولي أشار إلى انتهاء المرحلة الأولى من الحملة القومية للقضاء على فيروس سي وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية والتي تعد سبقا صحيا سوف يسجله التاريخ عن الإنجازات الصحية في جمهورية مصر العربية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتنفيذ حكيم من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة، موضحا أن مبادرة 100 مليون صحة مثل يحتذى به عالميا عن كيفية مواجهة ودمج واستهداف الأمراض التي تمثل مشاكل صحية عامة وذات تداعيات سلبية ليس فقط على صحة المواطن، ولكن تعتبر عبئا هائلا على النظام الصحي والاقتصاد القومي والحياة الاجتماعية للأسر المصرية. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو هذا الصباح وعلى الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور سمير كامل استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي بالمستشفيات التعليمية. دكتور سمير لك التحية من جديد، وبداية كيف تابعت هذا التقرير الصادر من ممثل منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالإشادة بجهود مصر في النهوض بالقطاع الصحي وإطلاق عدد كبير جدا من المبادرات تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار من الخطط الممنهجة والمدروسة أيضا؟ يعني وطبعا في مصر في مشاكل صحية تعتبر ذات أهمية كبرى زي مشكلة الإصابة بفيروس سي. تمام.
طبعا مصر طبعا اكبر الدول في العالم اصابه بهذا المرض نظرا لظروف يعني مرض به خلال العقود السابقه. فكان المهم ان يكون في برنامج ل يعني تقييم حقيقه اصابه المرض ومحاوله علاج المرض المصابين. يعني لما نعرف ان في تقارير بتقول ان عدد الناس بالاصابه في المصريين تصل حوالي 19%، تقييم كبيره يعني. طبعا هل هذه حقيقه فعلا هذه النسبه ولا تحتاج الى تقييم؟ فكان هذا البرنامج. الامر الثاني ان ما زال الى الان في اصابات يعني سنويه تصل حوالي 200,000 اصابه سنويه بهذا المرض، فضلا على ان نسبه الوفيات حوالي 40,000 وفاه نتيجه هذا المرض. فكان هذا المرض يحتاج الى اهتمام والى تقييم والى يعني ايجاد فرص للمرضى للعلاج والقضاء على هذا المرض او الحد منه الاقل قدر ممكن. طيب دكتور سمير، يمكن يعني تفسر بايه فكره انتشار فيروس سي بهذا الشكل الكبير في المجتمع المصري؟ طبعا في المقابل هناك جهود كبيره جدا وحثيثه جدا للقضاء على هذا الفيروس، ولكن الاسباب ايه يعني مرتبطه بنوع اكل معين، بتلوث يعني المياه، في امور اعتقد يعني مرتبطه بانتشار هذا المرض وان تبقى نسبته عاليه بالشكل الكبير ده في مصر؟ يعني اهم الاسباب اولا ان في فتره من فترات كان في طبعا عارفين مشكله البلهارسيا في مصر. تمام. الاصابه بالبلهارسيا وكان العلاج متوفر، العلاج بالبلهارسيا كان علاج بالابر. وطبعا كان بيتم هذا في الوحدات الريفيه وفي القرى. في الوقت ده ما كانش في عندنا لا اللي هو السرنجات اللي هي اللي بتستعمل مره واحده. فضلا كانت اجراءات التعقيم بالنسبه للسرنجات الازاز يعني الزجاجيه كانت يعني اجراءات يعني غير كافيه. فادى هذا الى ان انتقال المرض من مريض لاخر من خلال اعطاء العلاج. فده اهم الاسباب. الاسباب الثانيه طبعا ان كما نعرف ان في فتره سابقه ما كانش اصلا معروف المرض. يعني كان احنا بنعرف زمان ان في مثلا اصابه بفيروس A او فيروس B وإصابات أخرى بفيروس بيسموه نان إيه نان بي، اللي هو إيه ولا هو بي. فكان مش معروف أصلا يعني لا المرض معروف ما كانش معروف ولا معروف ولا وبالتالي فبالتالي ما كانش مفهوم طرق الإصابة ولا طريقة العلاج والوقاية. طبعا بعد كده في تم التعرف على المرض وتم التعرف على طرق الإصابة وطرق له. فطبعا هو أهم طريقة للإصابة في هذا المرض هو الانتقال عن طريق الإبر أو نقل الدم أو الإجراءات الجراحية الغير صحيحة وغير سليمة يعني. طب فكرة تعميم هذه المبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، تعميمها على محافظات مصر المختلفة ومع انتهاء المرحلة الأولى، حقيقة شايف ازاي يعني ردود الأفعال أو مدى التجاوب من قبل المواطن المصري مع هذه المبادرة أو هذه الحملة؟ يعني حاليا احنا تقريبا أو بشكل انتهى حوالي شهرين، بدأ الأمر في الشهر في أول أكتوبر، احنا في نهاية نوفمبر. حوالي العدد المرضى اللي هم تم يعني فحصهم حوالي 10 مليون. وطبعا دي نسبة كبيرة جدا يعني. مستهدف انه خلال المدة دي الى نهاية البرنامج في نهاية شهر ابريل يصل الى العدد اللي تم فحصهم الى 45 مليون. طبعا ده بغرض انه هو اولا التعرف على المرضى وعلاجهم، بالتالي نقل تقليل فرصة اصابة المرض مرة اخرى من خلال المرضى. الامر الثاني ان احنا نعرف تقييم دقيق لحقيقة حجم المرض في مصر وانتشاره، وبالتالي ده يمثل اهمية في مكافحته والقضاء عليه. وحقيقة كمان تعميم هذه المبادرة على الفئات العمرية المختلفة، يعني المفترض المرحلة الثانية يعني ستشمل طلاب المدارس، الاطفال، هي مرحلة جزئية كمان. المرحلة الحالية احنا بنبدا من سن 18 سنة فيما فوق. تمام. المرحلة القادمة من 12 ل 18 سنة. طيب يعني فرصة حضرتك معانا وحضرتك استشاري أمراض الكبد، تكلمنا على أمراض الكبد في العموم، الفرق يعني فيروس سي، تليف الكبد، سرطان الكبد، وكيفية التعامل والعلاج والوقاية. يعني أمراض الكبد حقيقة يعني في شجرة كبيرة جدا متنوعة بأمراض مختلفة، تدينا نبذة سريعة عنها. وطبعا أهم أمراض الكبد في مصر هنا أمراض الفيروسية. تمام. سواء فيروس A أو B أو C أو D أو E وهكذا يعني. ففي سببين رئيسيين لنقل المرض. فيروس B and C ده أساسا بيبقى عن طريق الإجراءات الغير سليمة من ناحية استعمال الإبر أو نتيجة الإجراءات الجراحية. إجراءات مثلا جراحية بدون تعقيم كافي. أو مثلا حتى مثلا بعض الممارسات الأخرى مثلا زي مثلا عند الحلاقين. طبعا دلوقتي بدأ إن هم في دلوقتي ضرورة إن هم لابد من استعمال الأمواس تستعمل مرة واحدة حتى لا ينتقل المرض. يعني أدوات أكثر تطورا عن برضه نقل المرضى، نقل الدم دلوقتي كل بيتم الإجراءات كافية
للتأكد من إصابة سلامة الدم قبل عطاء المريض. دي كلها إجراءات بتتم. الأمر الثاني الإصابات الأخرى اللي هي عن طريق المأكولات يسموه فيكر أوروت. المأكولات دي اللي هو الفيروس A وفيروس E. وطبعا دي بتعتمد أساسا بقى على أهمية إجراءات الوقائية الكافية العادية يعني غسيل الأيدي والاهتمام بالنظافة واهتمام يعني بغسل المأكولات وهكذا يعني. فدي أهم سببين. طبعا يأتي بعد ذلك مرض إصابة بأورام الكبد. أورام الكبد تنشأ يعني جزء منها كبير نادع مثلا للأزمات المزمنة بسواء الفيروس C أو B خاصة. فطبعا القضاء على أسباب المرض بيقلل الإصابة بالأمراض السرطانية. تلاقي في C أخطرهم يعني A و B أخطرهم عشان نسبة العدد عشان عدد المرضى كتير يعني عدد المرضى في مصر كتير فيروس C. فيروس B موجود لكن أقل فبالتالي لكن الاصابه بالاورام السرطانيه فيها مش اقل خطوره. امال ليه دايما بيبقى فيه التخوف او حاله الفزع من فيروس سي يعني يجي فيروس سي لان هو للاسف ان هو فيروس سي يعني بيستشعر المريض الموضوع سهل او هين او يعني سهل علاجه بسهوله وبساطه عن سي يعني بيبقى فيه لا هو فيروس سي مشكله يعني. فيروس سي ان هو نسبه كبيره من المرضى اللي هم بيتحولوا الى التور المزمن بيبقى المريض اصلا اصابه المرض وهو غير مدرك فما اكتشفش المرض الا بعد ما يكون وصل الى مرحله متاخره. فبالتالي اجراءات الفحص الطبي المبكر والكشف على المرض تمنع الوصول للمرض لهذه المرحله. وطبعا لو وصل مرحله الى مرحله التليف لكن هو ملوش اعراض مثلا معينه ممكن لا هو كتير من بدايه الاصابه الحاده طبعا ان ممكن يحصل بدون اعراض واضحه كتير جدا من المرضى كده. لكن لما بتدي يحصل بقى مضاعفات ومتاعب بالنسبه للكبد بتدي يحصل بقى اعراض يعني ممكن يبقى حد عنده المرض وهو مش عارف لان ده مش ظاهر في ما فيش في ما في لان حالته الصحيه ما زالت بصوره طيبه فبالتالي هو مش مدرك الامر ما يدركش الامر اصابه المرض الا بعد ما يبتدي الكبد يتاثر بدرجه كبيره يبتدي الكبد وظيفته تتاثر وبالتالي يحس بالتعب يعني بس بيكتشف المرض بس مع يعني مرحلة متأخرة مع خطورة المرض نفسه مش في بدايته صعب ان هو يكتشف. طب الاكتشاف او الفحص المبكر حقيقي طبعا ده شيء مهم جدا. ما احنا اتفقنا ان هو الاصل في الامور طبعا الاجراءات الوقائية ده رقم واحد. الفحص المبكر في نوعية تحاليل معينة زي ما بيحصل دلوقتي كده دلوقتي ان هو احنا في دلوقتي مثلا في الاجراءات اللي هي اللي بيتم في الفحص دلوقتي ان هو بيتم فيه فحص مبدئي اساسي ده بيتحدى اذا كان المريض عنده اصابة ولا لا. فاذا تبين بيتعمل فحوصات تاكيديه لمعرفه المرض وحجمه والتعامل معه حسب الحاله. فهو هذه الحملات ومثلها طبعا بتبقى مهمه جدا للكشف على المرض للناس اللي هم ما عندهمش يعني معرفه ان قد يصيبوا المرض. فضلا دلوقتي مثلا كل مرضى العمليات الجراحيه قبل دخول العمليات لابد يتم لهم فحص فيروسي الكبد عشان معرفه اذا كان في اصابه ولا لا. يعني برضو الحملات اللي بتتم من خلال المدارس وهكذا. فدي هذه والتجمعات هذه الحملات كلها الغرض منها اكتشاف المرض ومعالجته في وقت مبكر. طب في نظام غذائي معين برضو ممكن يعني ياتي في اطار الوقايه من امراض الكبد مثلا في اكلات معينه حضرتك مثلا تنصحنا بيها او لا؟ هو طبعا المحافظه على الوزن المثالي طبعا مهم جدا. تجنب الاكل الدهون بنسبه عاليه طبعا تجنب الاكل مهم جدا اللي هو الاكل يكون من خلال اكل امن يعني ان احنا مصدر الطعام وطريقه اعداد الطعام والنفس اللي هم بيتعاملوا مع اعداد الطعام اللي هم الفريق بيتم اعداد الطعام كل هذه مهمه جدا عشان نمنع الاصابه بالامراض. فضلا بقى عن الاجراءات الوقائيه الخاصه بايه بالعمليات الجراحيه ونقل الدم واستعمال الابر وهكذا. دي طبعا دي مهمه المستشفيات طبعًا المريض طبعًا في الغالب العام لو حصل مشكله نتيجه مثلا تلويث او عدم نظافه الادوات المستعمله في العمليات الجراحيه المختلفه بيبقى هو ضحيه لده. برضو اتفقنا مثلا بالنسبه للموضوع مثلا زي موضوع الحلاقين استعمال الادوات اللي هي بتؤدي الى ممكن اصابات في الجلد وغير منتبه ليها يعني. لكن عموما بيبقى المرض مرتبط يعني بانظمه غذائيه معينه او باكل مثلا ممكن هو يعني بيسبب الاصابه مثلا بسبب الاكل ما هوش سبب المرض ابدا. لكن سبب. هو طبعا يعني في اسباب وراثيه ولا هي لا لا لا, لا كلها نتيجه عدوى نتيجه العدوى اساسا العدوى لكن ما لهاش علاقه بال لا بالاسباب الوراثيه باسباب وراثيه مثلا لو الاب او الجد او الام عندهم فيروس سي وبالتالي بالتبعيه لا هو نتيجه الاحفاد تحصل بقى لو مثلا في حاجه مشتركه في الاسره يعني انتقل عن طريق مثلا حاجه مشتركه يعني مثلا زي فيروس ايه قوي عن طريق مثلا يعني اجراءات التعامل الغير امنه او 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 الاجراءات الصحيه الغير سليمه مثلا غسيل الايدي. موضوع الفيروس بي ان سي برضه نفس الكلام من خلال ايه لو في حاجه مشتركه بيستعملوا مثلا ما ينفعش استعمل يعني
مثلا ابر التحليل ابر التحليل مثلا او حتى امواس الحلاقه او الحاجات المشتركه دي لا ما لا تستعمل يعني حتى فرش الاسنان يعني فرش الاسنان اي شيء ممكن يؤدي الى اصابات في يعني فرش الاسنان كل واحد بتكون له يعني ايه الاشياء الخاصه بيه طبعا طب حقيقه الدوله بدات بالفعل في تجهيز 48 مستشفى نموذجي في اطار التامين الصحي الشامل. دي كمان جزئيه مهمه جدا اعتقد دكتور طبعا موضوع التامين الصحي طبعا ومردودها الاقتصادي والاجتماعي والصحي على المجتمع بشكل عام. يعني توفير التامين الصحي لكل الناس طبعا ده لا شك ان هو هيبقى خطوه مهمه في ان هو يعني يؤدي الى تقديم رعايه صحيه افضل وبالتالي يعني اكتشاف الامراض بصوره مبكره ويعني وعلاجها في وقت يكون لسه بدون حدوث مضاعفات او مشاكل صحيه مستمره. طب ايه مشكله التامين الصحي في مصر بشكل عام؟ يعني هو بيخطو خطوات يعني سليمه وصحيحه ولكن البعض هيبقى ليه يعني مجموعه من التحفظات ربما على التامين الصحي. ايه هي المشكلات او التحديات اللي بتواجهنا في مصر فيما يتعلق بالتامين الصحي وامكانيه التعامل والتفاعل والقضاء على المشكلات وطبعا التامين الصحي حتى في المعوقات المختلفه حتى في الدول المتقدمه يعني يعتبر مكلف فان نحن نوفر يعني خدمه طبيه لكل الفئات على كل الاعمار دي امر محتاج الى يعني جهود كبير محتاج الى نوع من التنظيم والبرنامج المتكامل فهو التامين الصحي موجود لكن هو يعتبر يغطي تغذيه جزئيه محتاج هو يعني ايه ان هو اعاده الدراسه انه يستوفي كل يعني خطوه يبقى فيه مستشفى نموذجي فيه كويس يكون فيه برنامج يعني متكامل للمريض بيبدا من ازاي المريض بيبدا ان هو يبقى له فحص دوري ازاي ان هو بياخد العلاج بصوره مناسبه ازاي العلاج بيتوفر من خلال الـ يعني المستشفيات او من خلال الصيدليات من خلال يعني منظومه متكامله وطبعا الدول هذول مهم وفضلا عن المؤسسات والهيئات والوزارات لابد انها تشارك في هذا الامر يعني. طب فيما يتعلق بعلاج فيروس سي هل هو العلاج يعني بيناسب الفئات العمريه المختلفه بالحالات المختلفه ولا بيبقى فيه جرعات معينه بتختلف من شخص لا هو طبعا الاصل فيه طبعا هو احنا اتفقنا ان فيه الاول تقييم للمريض يعني بعد ما يتم الفحص اثبات وجود المرض فبيتم طبعا استكمال التقييم المريض من خلال عمل الفحوصات الكافيه وبعد كده اعطاء العلاج المناسب وتاكد من ان يعني القضاء على المرض بعد نهايه العلاج فضلا طبعا ان في ادويه دلوقتي متوفره بسعر مناسب والدوله بتوفرها البرنامج الجديد بيدي العلاج بصفه مجانيه يعني طبعا في حالات تحتاج الى علاجات اخرى ودي كلها متوفره يعني. لكن هل ممكن نقول ان في دواء او في علاج اكثر فعاليه من الاخر ده مرتبط بسعره ولا لا هو مرتبط بنوعيه المرض يعني احنا بنعطي المريض العلاج وبنتابعه حسب الاستجابه طبعا في يعني في الوقت العلاجات اللي هي عن طريق الفم دي متوفره دلوقتي بتكفي القضاء على المرض بكل صور لكن اعطاء العلاج المناسب حسب طبعا متابعه الحاله وتقييمها والتاكد من انها يعني انها تم ان انتهاء من المرض بعد انتهاء العلاج الانتهاء من المرض بياخد فتره زمنيه معينه في الغالب حوالي 3 شهور يعني ثلاث شهور 12 اسبوع تمام لكن ما يطولش او ما يكونش اقل من 3 شهور يعني لا هو ده الامر مهم جدا طبعا مهم ان احنا يبقى المريض يكون حريص انه يلتزم باخذ العلاج المناسب عشان ما تحصلش مناعه للعلاجات وان هو يتابع بصفه منتظمه عشان نتاكد من يعني القضاء على المرض مهم طبعا يعني هو يعني العلاج 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 يعتمد مش على الخدمه الطبيه فقط ايضا على تجاوب المريض وفهمه واستجابته للنصائح الطبيه طبعا يعني. مهم جدا يعني تمام. طب حقيقه وزيره الصحه اعلنت جاهزيه مركز نقل الدم الاقليمي بالاسماعيليه لتجميع البلازما واكياس الدم ضمن المشروع القومي لتجميع البلازما للتصنيع وده بيضم 11 مركز على مستوى الجمهوريه. دكتور سمير كيف ترى يعني اهميه هذا المشروع من وجهه نظرك؟ طبعا يعني نقل الدم يعتبر يعني خدمه مهمه جدا لتغطي قطاعات طبيه مهمه وبتغطي حالات الطوارئ والعمليات فتوفر مراكز مختلفه بس مش في القاهره فقط يعني في اماكن اخرى عشان تؤدي بنفس الخدمه على مستوى مناسب لا شك انها تعتبر شيء مهم جدا يعني. طيب يمكن كمان في اطار يعني متابعتنا لحمله مبادره 100 مليون صحه والقضاء على فيروس سي والامراض غير الساريه وزيره الصحه اعلنت ان نتيجه المرحله الاولى 420 الف مصاب بفيروس سي، يعني كيف تقرا هذا الرقم ودلالته من وجهه نظرك ايه يا فندم؟ هم قالوا ان الرقم ده بس 4.5% من المرضى
المرضى اللي تم فحصهم. طبعا النسبة دي أقل من النسبة المعروفة عن إصابة المرض في مصر. طبعا دي مرحلة أولى. طبعا احنا لما يعني سيتم الانتهاء من الفحص الكامل حسب نهاية البرنامج هيدينا صورة أدق. والنسبة دي مرتبطة باللي تقدموا للكشف أو للفحص كده. يعني وارد أيه. تكون في أكتر بس الناس طبعًا ما طبعًا. يعني ما تقدمتش للفحص طبعًا. أو المشاركة يعني. في يعني في وطبعا من خلال من خلال التوعية من خلال مشاركة عدد أكبر من الناس في البرنامج من خلال التغطية الأكبر لعدد الناس يعني ده يساعد إن احنا نصل صورة أصح وإن احنا نقلل حجم المرض ونساعد على التقليل يعني. طيب في المجمل شايف ازاي الجهود المصرية في مكافحة الأمراض والحملات التوعوية والصحية المختلفة ومدى استجابة وتفاعل المواطنين من خلال هذه المبادرات أو هذه الحملات؟ وطبعا لما يكون في مشكله قوميه مش زي مشكله فيروس سي الجهود الفرديه فيها بتبقى يعني محدوده الفائده انما لما يكون في برنامج شامل بيؤدي من خلال يعني تصور عن المشكله في المجتمع ككل وتقديم الخدمه لكل الناس بلا استثناء وان احنا نساعد الناس يصلوا للعلاج بصوره سهله ونوفر لهم اساليب الفحص والعلاج لا شك ان هو ده بيؤدي دي نقطه يعني غايه في الاهميه فكره ما يكونش في تمييز ما بين شخص للتاني طبعا كل واحد في تمييز ما بين محافظه لاخرى كل واحد يقدر يحصل يعني يصل للعلاج اللي بيحتاجه بصوره سهله وفي نفس الوقت توفير الخدمه المناسبه اللي تعمل الجميع فده مهم جدا ان احنا لان هو تخفيف اصابه المرض من اهم العوامل القضاء على المرض نفسه ودي حقيقة من الإنجازات المصرية حقيقة المهمة جدا في القطاع الصحي ويعني مهم جدا إن احنا نبني عليها كمان في المجالات المختلفة يعني لو عندنا نفس الإرادة ونفس الرغبة ونفس الاستعداد ونفس الحماس زي ما مصر نجحت بشكل كبير فيما يتعلق بالقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات الصحية المختلفة لو طبقنا يعني هذه الإرادة وهذا الحماس الشديد على القطاعات الصحية المختلفة وعلى القطاعات المختلفة عموما في بلدنا أعتقد هنقدر نحن نحقق نجاحات وإنجازات كثيرة جدا يعني وجود خطة مدروسة تناسب الواقع وتراعي ظروف الحقيقية الموجودة في المجتمع لا شك أنها يعني أهم خطوة في النجاح بعد كده التطبيق بيبقى سهل لكن أهم أن يكون في خطة مناسبة بعد كده التطبيق من خلال المتابعة الصحيحة ومن خلال تقييم الأمور وتصحيح العمل من خلال المتابعة طب هل انتشار فيروس سي عموما منتشر في المناطق الريفية أو في صعيد مصر أو المناطق أو المحافظات النائية عن مثلا غيرها القاهرة واسكندرية والجيزة ولا مش فارق أوي يعني وفي البداية طبعا احنا اتفقنا ان هو بداية المرض اللي هو الإصابة بالهرسية فما زالت ما زال عندنا فيه إصابات بهذا الأمر يعني فتعتبر ما زالت المحافظات اللي هي فيها يعني المحافظات اللي هي خارج القاهرة أو المحافظات اللي هي زي سيد ما زال برضو فيها نسبة إيه نسبة مرض عالية فضلا برضو عن توفر الخدمة الصحية احنا اتفقنا احنا محتاجين احنا نوفر الخدمة الصحية مناسبة لكل الناس بنفس الصورة ده لو عملنا كده يعتبر جزء مهم جدا في ان احنا نساعد الناس ان هم يعني يلاقوا العلاج المناسب وان احنا نقضي على الامراض الموجوده. طب يعني في النهايه تنصح امراض يعني اللي عندهم مرض الكبد تنصحهم بايه خاصه زي ما حضرتك قلت في كلامك انه ما بيبقاش في اعراض بتظهر على مريض فيروس سي او فيروس اي او فيروس بي ومش بيكتشف ده الا لو الحاله تدهورت وبالتالي بيحس بتعب او بارهاق شديد فبيكشف فبيعرف بقى ان هو مصاب بهذا الفيروس تنصحه تقول له ايه هو طبعا يعني ان احنا طبعا اول احنا نوفر الخدمه الصحيه بصوره سهله للناس دي تساعد الناس ان هم يقدروا لما يحتاج الخدمه الصحيه يقدر يعني يقدر يلاقيها وبالتالي تساعده لما يبتدي يحس باي متاعب او اي مشاكل صحيه يكشف وقت مبكر فبالتالي احنا نكتشف الامراض في وقت مبكر تمام فضلا برضو عن توعيه الناس في اهميه ان العلاج المناسب وان احنا نحتاج الالتزام في العلاج والمتابعه ولان طبعا علاج الامراض لا يتوقف بس على الفحص الاول او اكتشاف المرض محتاج متابعه وتقييم وتقديم الخدمه في كل وقت وبالتالي موضوع التامين الصحي لما يتوفر هيساعد كتير في هذا الامر انا في النهايه بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ الدكتور سمير كامل استشاري امراض الكبد والجهاز الهضمي بالمستشفيات التعليميه شرفتنا ونورتنا يا فندم واشكرك على تلبيه الدعوه اهلا بسيادتك معنا شكرا جزيلا